ده يوفي التسعينيات، وما ادراك ما يوفي التسعينيات. جيل ديل بيرو وزين الدين زيدان، بافل نيدفيد واليساندرو برانديلي، نجمنا النهارده وضيفنا في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس. بدايه طبعا نشكره على وجوده معانا ونرحب بيه على شاشه النادي الاهلي في السادسه. بشكرك طبعا بدايه على تشريفك لنا. مساء الخير. شكرا، شكرا لكم، شكرا على توجيه الدعوه لاليساندرو برانديلي. بداية سينيور برانديلي، خليني أتكلم على مواجهات امبارح للأندية الإيطالية. يعني هزيمتين للميلان وللإنتر، ونجاح الإنتر طبعا في التأهل تاني ورا ريال مدريد. إزاي شفت المواجهتين؟ بكل تأكيد دعنا نتحدث عن هزيمة الإنتر أمام ريال مدريد. هزيمة الإنتر لا أريد أن أقول كانت متوقعة، ولكن ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو ملعب صعب، ومباراة دائما صعبة، لا يضيف يقابل ريال مدريد على سانتياغو برنابيو. لكن الإنتر وسيمون إنزاجي دخلوا المباراة مستريحين بعض الشيء، لأنهم قد صعدوا قبل هذه المباراة. الإنتر كان يتفادى فقط المواجهات الكبيرة في الدور القادم. إزاي بتشوف خسارة الميلان؟ والحقيقه يعني هو الميلان يمكن كان واحد من اكبر فرق اوروبا، وما زال الحقيقه معاناته مستمره. ازاي بتشوف خسارته امبارح وخروجه من بطوله تشامبيونز ليج؟ خسارته امام ليفربول طبعا بنتيجه 2-1. بالنسبه للميلان كفريق، انا اشاركك الراي ان الميلان في الدوري شيء ودوري ابطال اوروبا شيء اخر، لكن الميلان فرط في الصعود من هذه المجموعه، لان الميلان لديه العديد من الاشياء ولديهم العديد من الاصابات اثرت على الميلان في دوري ابطال اوروبا، وللاسف الميلان تعرض لظلم فادح في مباراه سان سيرو امام اتلتيكو مدريد. النهارده اليوفي عنده مواجهه في مباريات الشامبيونز ليج امام مالمو. يعني طبعا اليوفي ضمن التاهل للادوار اللي جايه. كان في كلام انه أليجري هيريح النجوم الاساسيين، يهمني اسمع رايك في المباراه، ويهمني كمان اعرف منك ايه سبب التفاوت بين عروض اليوفي في مسابقه الشامبيونز ليج وعروضه في الكالتشيو الايطالي. بالطبع نعم، اليوفي هذا العام لديه وجهين. الوجه الاول هو اليوفي الشاحب، ووجه اليوفي الشاحب في الدوري الايطالي مع ماسيميليانو أليجري، وحاله عامه صعبه جدا، متذبذب مستوى اليوفي مع ماسيميليانو أليجري في الدوري. لكن بالنسبه لدوري الابطال، اليوفي قام بالأهم وتاهل، ولديه العديد من المؤهلات التي تؤهله من اجل لعب نهائي دوري ابطال اوروبا هذا العام، لكن هناك مزيد من العمل يجب ان يعمل كثيرا وكثيرا ماسيميليانو أليجري، لانك تعلم الامور في اليوفي امور صعبه جدا منذ رحيل كريستيانو رونالدو ومشاكل انيلي. بالمناسبه بالكلام عن مشاكل انيلي، هل بترى انه مشاكل الكره الايطاليه عموما ومشاكل اليوفي بشكل خاص تأثر على مسيرة منتخب إيطاليا، وخصوصا أنه عنده مواجهة صعبة جدا ومهمة أمام منتخب البرتغال عشان يحصل على تذكرة التأهل لبطولة كأس العالم؟ بالطبع هي نقطة سيئة وموقف سيء تعاني منه الكرة الإيطالية جميعا، وليس فقط اليوفي. واليوفي هو الفريق الثاني الذي يعاني من فضائح وتورط في هذه المشاكل. أتمنى أن يفصل أندريا أنيلي رئيس النادي أمور اليوفي كفريق كرة قدم ينافس على البطولات، وأن يتجنب إدخال اليوفي في هذه المشاكل، مشاكله في البيزنس ومشاكل عديدة في رأس المال، لأن إذا ما أثبت تورط اليوفي لا زالت التحقيقات سائرة، وإذا ما أثبت تورط اليوفي، اليوفي سيعاني وقد يهبط إلى الدرجة الثانية أو الثالثة على حسب التحقيقات، وقد تعاني الكرة الإيطالية، وقد نواجه كالتشيو بولي آخر قد يدمر مسيرة الكرة الإيطالية، ونحن قادمون على مباراة هامة أمام مقدونيا، إذا ما فزنا بها سنتأهل، قد نقابل البرتغال في بلاي أوف لكأس العالم. بمناسبة الكلام عن اليوفي، وأنت يعني يمكن فرصة وجودك معانا تخليني أسألك، وأنت كنت واحد من النجوم
نجوم الفريق طبعا في فتره كانت ذهبيه، وكان اليوفي واحد من اكبر واقوى الفرق على مستوى اوروبا، بل انه وصل يمكن اعتقد انه صاحب رقم قياسي في الوصول لنهائي تشامبيونز ليج، وعدم قدرته على حسم اللقب بيتهيألي 7 مرات وصلوا لنهائي تشامبيونز ليج وما تقدروش تحصلوا على اللقب. ده من وجهه نظرك كان ايه اهم اسبابه؟ وهل شايف انه في من الانديه الايطاليه فريق قادر على تحقيق لقب بطوله التشامبيونز ليج؟ الأول بالنسبة لمنتخب إيطاليا مرحلة البلاي أوف لن تكون بالأمر السهل، الصعود للمونديال يتطلب عمل وجهد كبير من روبرتو مانشيني. الأول يجب أن نفوز أمام مقدونيا ثم ننتظر المباراة الأخرى بالنسبة لتركيا أم البرتغال. لذلك هناك عمل كبير ينتظر روبرتو مانشيني وينتظر اللاعبين الكبار. اسمح لي سؤالي تحديدا عن 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 جيلك، كان جيل ذهبي وكان بيمثل اليوفي في أقوى صوره، وصلتم مرات كتيرة جدا لنهائي بطولة دوري الأبطال وما كانش عندكم قدرة على تحقيق اللقب. 7 مرات يوصل يوفي لنهائي تشامبيونز ليج وما يحققش اللقب، من وجهة نظرك إيه كانت أسباب ده؟ وهل بتشوف في فريق من الفرق الإيطالية الإنتر الميلان اليوفي روما قادر على أن يحقق لقب تشامبيونز ليج وينافس الأندية الإنجليزية والإسبانية والألمانية؟ بالنسبة للفرق الإيطالية، وإذا ما تحدثنا عن الفوز للتشامبيونز ليج للأسف صعب، قد يفوز الباير أو قد يفوز ليفربول أو قد يفوز المان سيتي بدوري أبطال أوروبا، وهذه وجهة نظري لأن هذه الحقيقة وهذا حقيقة الأمر وهذا ما يشاهده جميع العالم. الفرق الإيطالية بعيدة كل البعد. يمكن اختم واقفل صفحه اليوفي معاك بانباء او تقارير اتكلمت عن صفقه تبادليه بين اليوفنتوس وبين بايرن ميونخ، يتبادلوا على اساسها ارتور نجم خط وسط اليوفي مع بافار نجم خط دفاع البايرن. بالنسبة للميركاتو والحديث عن الميركاتو، أعتقد أن اليوفي يجب أن يفكر كثيرا في الميركاتو، لأن اليوفي إن لم يفعل ميركاتو في الشتاء كبير قد يخسر الدوري الإيطالي، وهذا لسه ما تعودنا عليه من أندريا نيلي واليوفي. لكن إذا ما تحدثنا عن الصفقة التبادلية بينه وبين بايرن ميونخ، هناك أمور تشير إلى اقتراب الصفقة. من وجهة نظر أليساندرو برينديلي، مين أفضل مدرب في الكالتشيو الإيطالي من وجهة نظرك؟ سباليتي مع نابولي، إنزاجي مع الإنتر، أليجري مع اليوفي، ولا مورينيو مع روما؟ بالنسبة لي في هذه الأوقات أنطونيو كونتي كجنسية إيطالية، لكن داخل إيطاليا لوشانو سباليتي مدرب نابولي، لأن لدي الكواليتي ولدي العقلية وعمل فريق كبير مع نابولي ويعمل في أشياء كبيرة داخل نابولي. سباليتي داخل إيطاليا وخارج إيطاليا أنطونيو كونتي. بيقال إنه أو بيشاع إنه علاقة مورينيو بروما على وشك الانتهاء، وإنه وصلت إلى درجة معينة من التوتر لدرجة اللي دفعت توتي نجم روما طبعا التاريخي والأشهر إنه يسيب ملعب المباراة قبل نهاية المباراة بحوالي يمكن 20 دقيقة، والكلام على إنه المستثمرين الأمريكان غير راضيين على مستوى الفريق مع مورينيو، وإنه احتمال كبير جدا إنه ينهوا التعاقد. بالنسبة لي لا أريد تقييم مدرب عظيم كمورينيو في هذه الأوقات، لأن مورينيو جاء إلى روما ويريد عمل مشروع بالاتفاق مع الأمريكان. الأمور في روما ساخنة وصاخبة، روما يعاني، روما الآن في المركز السابع وقد يبعد أكثر وأكثر. لكن بالنسبة لمورينيو لا أريد الحكم على مورينيو، لأنه بدأ العمل في روما منذ 4-5 شهور وهذه ليست كافية لتقييم مورينيو. أليساندرو برينديلي أختم لقائي معك، بديك فرصة تختار اللاعبين الأفضل على مستوى العالم، لو طلبت منك تختار أسماء اللاعبين اللي ممكن يمثلوا منتخب العالم في الوقت الحالي هتختار مين؟ دوناروما بورتيري، حارس مرمى دوناروما، بوي ديجا توتا لا فورماسيوني. دوناروما في حراسة المرمى، خط الدفاع كانسيلو جواو كانسيلو على اليمين، بونوتشي
ليوناردو بونوتشي، بونوتشي، كيليني، كيليني، جورجيو كيليني، الفونسو ديفيس. الفونسو ديفيس في الجهه اليسرى بايرن ميونخ الكندي، سنترو كامبيستا، وخط النص سنترو كامبيستا، جورجينيو، جورجينيو، توني كروس، اي كانتي ديال تشيلسي. نقولو كانتي، انا سمعت جورجينيو ونقولو كانتي وتوني كروس وخط الهجوم. بالضبط، صلاة كيزا، اي بوي. بالنسبه للجناح الايمن محمد صلاح، ليفاندوسكي، وفيدريكو كيزا، وبونتا مهاجم روبرت ليفاندوسكي. هذه هي التشكيله الاقوى في العالم. اليساندرو برينديلي نجم طبعا منتخب ايطاليا ونجم اليوفي السابق، بشكرك شكرا جزيلا على وقتك، شرفتنا في السادسه على شاشه الاهلي.